افريقيا. اخر حاجه قبل ما اطلع لفاصل، النهارده الاتحاد الافريقي كشف عن جوائز الافضل ذا بيست في الكره الافريقيه عن عام 2023. بكل امانه يعني، وانا هستعرض مع حضراتكم دلوقتي مجموع البوزيشن او الجوائز اللي الاتحاد الافريقي حددها. بصراحه يعني بامانه، لولا الاهلي، لولا الاهلي كانت صوره الكره المصريه في حفل الاستفتاء اللي هينظم الشهر الجاي في مراكش كانت هتبقى سيئه وصعبه جدا بصراحه. لان الاهلي بلاعبيه، بمديره الفني، باسم النادي، هم اللي موجودين ومثلوا الكره المصريه افضل تمثيل في هذا الحفل. وان شاء الله باذن الله الاهلي مرشح لجائزه او اثنين على الاقل في هذا الحفل يوم 12 ديسمبر في مراكش. بصوا مع حضراتكم دلوقتي قدامكم مثلا افضل لاعب في القاره الافريقيه، او تحديدا يعني افضل محترف. عندنا من الاهلي محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، محمود كهربا، وكمان بيرسي تاو، اربع لاعبين من النادي الاهلي. بالمناسبه كمان محمد صلاح بينافس على هذه الجائزه مع عدد كبير جدا من اللاعبين، يعني بنتكلم مثلا عن رامي بن سبعيني، رياض محرز، عز الدين اوناحي المغربي، حكيم زياش، ساديو ماني، بيتر شالوليلي مهاجم سان داونز، ياسين بونو حارس مرمى المغرب. فافضل لاعب محترف عندنا اربعه من الاهلي بجانب نجمنا المصري محمد صلاح. نروح لافضل حارس ايضا، محمد الشناوي بينافس على هذه الجائزه. الشناوي النهارده معانا في ثلاث جوائز، الشناوي النهارده بينافس على ثلاث جوائز. فالشناوي داخل في منافسه مع ياسين بونو، مع اندري اونانا حارس الكاميرون، مع ادوارد مندي حارس السنغال، مع يوسف المطيع حارس الوداد. عدد كبير جدا من عدد من الحراس، ولكن نتمنى التوفيق للشناوي للفوز بافضل حارس. وما ننساش ان الشناوي السنه اللي فاتت خد افضل لاعب في افريقيا. افضل مدرب عندنا كالعاده مارسيل كولر المدير الفني للاهلي، وعنده منافسه طبعا مع عبد الحق بن شيخه المدير الفني السابق لاتحاد العاصمه، وليد الركراكي مدير الفني للمغرب، اليو سيسي مدير الفني المنتخب السنغال. طبعا مفيش افضل مدرب من منتخب مصر، مفيش. افضل لاعب داخل القاره عندنا الست لاعبين من النادي الاهلي، الشناوي، منعم، كهربا، حسين الشحات، علي معلول، بيرسي تاو. ست لعيبه من الاهلي بينافسوا على افضل لاعب داخل القاره الافريقيه، بالاضافه كمان ان في اثنين لعيبه من سان داونز. لو بنتكلم على ويليامز حارس سان داونز اللي هيلعب النهارده، بيتر شالوليلي كمان مهاجم فريق سان داونز، في كمان اثنين لعيبه من بيراميدز مصطفى فتحي، وفي فيستون مايلي اللي كان لسه منضم من فيتا كلاب الكونغولي. افضل نادي كالعاده النادي الاهلي بيزين قائمه افضل نادي والاستفتاء على افضل نادي في الكره الافريقيه. في منافسه طبعا مع بلوزداد، اتحاد العاصمه، بطل الكونفدراليه، اسيك ميموزا، الرجاء، الوداد، ماموليدي سان داونز، يانج افريكانز، الترجي، والغريب قوي مارومو جالانس بطل جنوب افريقيا، مش عارف ازاي، ولكن ما علينا. الجنوب افريقيا دلوقتي اي حاجه عايزاها في الاتحاد الافريقي بتبقى موجوده يعني. لكن ان شاء الله النادي الاهلي مرشح للفوز بافضل نادي لانه افضل بطل دوري ابطال افريقيا. افضل منتخب، وكانت المفاجاه للاسف منتخب مصر مش موجود، عشان كده قلت لكم النهارده لولا الاهلي كانت صوره الكره المصريه في حفل الاستفتاء ده كان هيبقى الشكل صعب جدا. افضل منتخب السنغال طبعا في المقام الاول، المغرب بالتاكيد في نفس المقام مع منتخب السنغال. والغريب بقى اختيارات برضو مش فاهمين اسبابها، غينيا بيساو، الراس الاخضر، تنزانيا، ناميبيا، موزمبيق، مش عارف. افضل لاعب شاب للاسف مفيش ولا لاعب مصري، ولكن طبعا ابرز اللي موجودين بابي ديوب لاعب السنغال، وعز الدين عبد الصمد من المغرب. بالتاكيد نتمنى التوفيق لفوز لاعب من الفرق العربيه او من المنتخبات العربيه في افضل لاعب شاب. دي كانت ابرز النقاط اللي هنتكلم عليها النهارده، او اللي اتكلمنا عليها النهارده في برنامج الترند. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لاخر اخبار الترند.